بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. بعد ما مديت لكم أربعة أجزاء يعني ربع فيديوهات حول تذكيرا بالميكانيك أو تحضيرا لبكالوريا 2022، ذكرتكم بالميكانيك أي المستوي الأفقي والمستوي المائل، وآخر جزء درنا فيه المستوي المائل. اليوم جبت لكم أعزائي الطلبة من الموضوع الأول لبكالوريا 2010 التمرين التجريبي أو بما اللي يجي في المرتبة السادسة، التمرين السادس. هذا التمرين أعزائي الطلبة خاص بشعبتي رياضيات وتقني رياضي، وشعبة علوم تجريبية راكم معروضين للمشاركة في الحل، لأنه هذا التمرين راني نشوف فيه سهل جدا جدا بالنسبة لعلوم تجريبية، فما بالك رياضيات وتقني رياضي. ورحين تلاحظوا أعزائي الطلبة واش درنا في الجزء الرابع حول المستوي المائل، واش درنا في التذكير. رحين تلاحظوا هذاك اللي درناه رحين نصبها هنا في حل التمرين هذا، يعني ما كان حتى حاجة زيادة. بتشوفوا كما قلت، لأن قلت لكم أن الناس راهي تنفر من الفيديو التوعي، مانيش فاهم معناه رغم أني مدرك ليسونسيال واش كاين في الباكالوريا. الحمد لله الصورة واضحة، الصوت واضح، كل شيء واضح، لماذا لست أدري، هذه ربي يعلم. ها هو الموضوع، عليه ربع نقاط. شوفوا مليح، كاين مرات وين يعودوا الباكالوريا يغيروا شوية بصح نفسها. مثلا هذا التمرين جاء التقني رياضي والرياضيات لأنهم نفس الموضوع، ربع نقاط. يمدوه للعلميين مثلا يمدوه على 5 نقاط أو 4.5، نفس الشيء عادي. نقرأ التمرين، ما نظلوش نهضروا بزاف، نكبروا الصورة هكذا باش تجي واضحة. قال لك ينزلق جسم صلب أس كتلته أم تساوي 100 غرام على طول مستوي مائل عن الأفق بزاوية ألفا تساوي 20 درجة وفق المحور إكس، في الحق إكس فتحة إكس لأنه ها هو المحور، محور الحركة صح. قمنا بتصوير المتعاقب بكاميرا رقمية ويب كام، وعولج شريط الفيديو ببرمجية أفي ميكا ولا أفي ستيب بجهاز الإعلام الآلي، وتحصلنا على النتائج التالية. السطر الأول فيه زمن بثانية، لاحظ راهو من 0.0 حتى 0.12، يعني راهي تنتقل بصفر فاصل، يعني بدأت من 0.4 وما تبدأ تنتقل بصفر فاصل 0.2 0.02 وهكذا. السطر الثاني وهو السرعة بالمتر على الثانية، أي متر سير سوغوند، الزمن بلا سوغوند الثانية والأخر متر سير سوغوند. عندنا في صفر كي يدلك هكا في صفر في التمرين أعرف اللي كاين سؤال عليها يقول لك حسبها، يعني ما طهالكش الله الآن باللي كاين سؤال عليها تحسبها. كي يعطيك جدول كيما هذا عرب اللي راح يقول لك ارسم البيان، هذه باينة وفي صفر تجبدها من البيان. إذا لاحظ نبدأ بصفر فاصل 16 وبعد فاصل 20 وبعد فاصل 4، يعني تنتقل بصفر فاصل 4 صفر فاصل 04 عفوا صح. هذا كل شوف. إذا بالنسبة لي أولا السؤال الأول قالوا لك أرسم البيان، ها هو أمامكم الأسئلة، قرأوا كامل الأسئلة، ديروا بوز، قرأوا الأسئلة بما نضيعش الوقت. يعني الأولى راح نرسموا البيان، عندنا في الأخر أعطونا جي الجاذبي 10 متر على الثانية أي متر سي سيكوند كاري على الثانية مربع، وعطاو لك الزاوية اللي طاوها لنا 20 درجة، مسهلوا لك يعني تنجم في الحاسبة تحسبها من شعر على طاو. أنا واحد من الناس ما نمتش هذه المعطيات الأخرى، هذه سينوس فان دوغري، يعني في الحاسبة تحسبها ما دام راهي عندك حاسبة. المهم 0.34 ها مسهلوا لك صح. نبدأ بالسؤال الأول وهو رسم البيان صح. إذا تكتب، ودائما نقول لكم لازم تتعلم كيفاش تحط الإجابة السليمة نقية وصافية في ورقة إجابة البكالوريا. إذا رسم البيان V أي السرعة بدلالة الزمن F دوتي
في ايتيغال اف دوتي. روحوا نجيبوك شي واحد يمد لي ورقه مليمتريه. روح نجيب ورقه مليمتريه ونجي اصبروا. ايوه هاني نصط ورقه مليمتريه خليها لهنا. واش نديرو؟ نجو نقصوا هذا الطابلو. اصبر هذا ندو نخدمو به ما نضلوش رايحين جايين هكا. نقصوه كيما هكا فوالا. ومن بعد هكا كيت فوالا. نجيبو هكذا حطو لهنا خليه لهنا قدامي. ايوا ونخدم عليه نخدم خدمه صافيه صح. جبت انت في ورقه الاجابه جبت ورقه مليمتريه كيما هاك. ارسم البيان تاعك يعني هنا باينة باللي تحت في محور الأزمنة راح ننتقلوا بصفر فاصل صفر اثنين يعني ال كيفاش راح نقول لكم كيما هاك يعني كي ندير الوحدة هاك السلم لا بالأسود ندير السلم راح يعني راح ندير كيما هاك على حسب الجدول اللي راه عندي هنايا محور الأزمنة اللي يكون من تحت أي صفر فاصل صفر اثنان ولا هنا ندير صفر فاصل صفر ثمانية. دوك تشوفوا عليه صح ندير كيما هكا أو محور الأزمنة تاعي خالي معليش كملها حتى الطرف هكا فوالا هكذا ماغري ما ندوش كامل ديك الورقة معليش ما عليناش سيدي. هنا عندنا محور الأزمنة اللي هو محور الفواصل بالسكوند أي بالثانية والسرعة بالمتر على المتر سو سكوند يعني في المتر على الثانية طريبيا فوالا. إذا ندي هنايا ندي صفر من ندي هكا صفر صغر القلم باش تكفيني الكتبة صفر فاصل صفر اثنان لهنا صفر فاصل صفر أربعة لهنا صفر فاصل صفر ستة لهنا صفر فاصل صفر ثمانية ومن بعد تجي صفر فاصل صفر عشرة ومن بعد تجينا صفر فاصل صفر اثناش لا صفر فاصل عشرة وصفر فاصل اثناش. هاي قلت لكم يكفي صح. بالنسبة لمحور التراتيب ندي لهنا صفر فاصل صفر ثمانية أيوة ومن بعد لاحظوا ومن بعد وين نطلع نطلع ب لأنه لاحظ من هذه ومن بعد مباشرة صفر فاصل صفر ستاش يعني أوتوماتيك هناك يشوف في صفر تساوي على حسب الجدول اللي طوالي في صفر تساوي صفر فاصل صفر ثمانية ما فيهاش نقاش متفاهمين صح. إذن هنايا أوتوماتيك مو صفر فاصل ستاش ومن بعد نصوتي بالصفر فاصل صفر ثمانية يعني تولي صفر فاصل أربعة وعشرين ومن بعد تولي لي صفر فاصل اثنين وثلاثين. فهمتوا كيف القضية راي تمشي صح. نجو احنا بون احنا هذه ما تهمناش هذه ما لا تهمونا صح. ويكون في عندكم باللي في البكالوريا اذا بديت بالقلم الازرق كمل بالازرق ولا بديت بالقلم الاسود كمل بالاسود باش نتفاهموا صح. نبدا 0.04 مقابلتها 0.16 هاي وراهي 0.06 قابلتها 0.20 0.20 هي النص هنا هاي يعني هنا هاي 0.20 صح. 0.08 0.24 ولا 0.10 0.10 0.28 يعني تجي هنا صح يعني هنا و 0.12 0.32 يعني سهل منحنى سهل جدا جدا اسهل مما تتصور ما عليناش. اوتوماتيكمو راه رايح يجي لهنا يطيح في 0.08 ها هو المنحنى تاعي
إذا بغيت تكمل كمل هاك أرسم، معليش هاك يجي عادي تكمل ما يهمش. إحنا نحينا هذا الآخر، والبيان اللي رأوا أمامي وش هو؟ البيان مستقيم لا يمر من المبدأ، البيان، لأن هذا الملاحظة مهمة جدا، البيان مستقيم لا يمر من المبدأ. سيبون، لا يمر من المبدأ. إذن لهنا في نقدر يعني بيناتنا في المسودة نقدر ندير في تساوي الي تي، لأنه لا يمر من المبدأ. إذن الي تي معناتها، ولا لا لا ما ندخلكمش في درك هذه، ما مازال المهم انت ما نخلطوش الإجابة. البيان مستقيم لا يمر من المبدأ، خلاص صح. هنا السؤال الثاني فيه ثلاث أسئلة بالاعتماد على البيان، كامل ثلاث أسئلة. ألف، بين طبيعة حركة S واستنتج القيمة التجريبية للتسارع A. صح. أولا، ثانيا، ألف، بينوا طبيعة حركة S، معناتها الجسم S، صح، أو مركز عطلتي، يعني بيانيا كما رانا نشوفوا المسار مستقيم، ولا التسارع معناتها التسارع راهو ثابت، المسار مستقيم. إذن بما أن المسار مستقيم و A كونستانت، واش معناتها؟ معناتها اللي هنا الحركة، لاحظ أن السرعة متزايدة، السرعة راهي تزيد، إذن الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام، الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام عفوا متسارعة. أنا دائما قلت لكم بالإجابة نعتمد على الإجابة النموذجية للبكالوريا تاع الوزارة، كتبينها هك كتبتها هك، لأنه نقدر نقول الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام، صح. لا، السؤال الأول نسيت ما تتكم تنقيط عليه، رسم المنحنى عليه نصف نقطة، لأنه كان طالب بسألني قال لي يا أستاذ ماذا بك تورينا كيفاش التنقيط، كيفاش يكون المنهجية التنقيط في البكالوريا. هاني نحل في البكالوريات ونعطيك من خلال منهجية التنقيط، لربما هذا لأنه هذا الموضوع خاص بالرياضيات والتقنية الرياضية تختلف نوعا ما عن العلوم، منين ذاك كيف كيف، صح. هذه بالنسبة لطبيعة الحركة. واش قالوا لنا ثاني؟ استنتاج القيمة التجريبية للتسارع، يعني بيانيا استنتاج القيمة التجريبية للتسارع. طيب معناتها ما قيمة التجربة يعني من البيان، يعني A وش يساوي، A وش يساوي، هم يقول A هو وشن، هو الميل تاع المستقيم، A هو بحد ذاته هو الميل تاع المستقيم، لأن علاه، لأنه كون نكتبه، لأن A وش يساوي، يساوي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، ويكون ثابت، يكون ثابت، هو نفسه ميل المستقيم. إذن لهنا تجريبيا ميل البيان، عندي الفرق في التراتيب، أي دالتا في على دالتا تي، على الفرق في الفواصل، صح. كيفاش ندير؟ نجي أعزائي الطلبة نخير نقطتين يكونوا باينين،
خير مثلا هذه النقطة ولا تحب هذه ولا كيما تحب، نخير مثلا هذه ونخير هذه صح. معناتها واش ندير؟ ندير الفرق في التراتيب على الفرق في الفواصل. طيب كيفاش أستاذ؟ هنا عندي هذه كندير إسقاط هاك وستعطيني 0.32، 0.32 ناقص واش هذا أعطتني 0، وين تخلص يعني النقطة هذه 0.08 على 0. هذه واش تقابلها 0.12 ناقص هذه تقابلها الصفر لهنا ناقص الصفر. احسب عندك في الحاسب شحال وجدت؟ اوجدنا 2 متر على الثانية، ها 2 متر سور سكوند. طيب اي باينه اي باينه صح. هذه هنا بالنسبه للتنقيط طبيعه الحركه 0.25 والاخرى 0.25، اذا عندك 0.25 في 2. دوك واش تبقى لنا الباء؟ الباء سؤال 2، استنتج قيمه السرعه في 0 في اللحظه تساوي 0. اسهل سؤال، اسهل سؤال. هاي وراي خبيانين، هاي باينة يعني أسهل من فوق هذا مكاش. أكم تشوفوا العلميين أو سؤال تاع رياضيات وتقنية رياضي، با استنتاج في قيمة في صفر السرعة في صفر في اللحظة تي تساوي الصفر. هاي بان تكتب له في صفر تساوي 0.08 متر سور سكوند، أي متر على الثانية. هذا مك ودي هذيك 0.25 فوالا صح. احسب سؤال جيم هذا تاع السنة الأولى ثانوي، سنة الأولى ثانوي ما فيهاش نقاش. أحسب المسافة المقطوعة بين اللحظتين تي واحد اللي تساوي 0.04 ثانية وتي اثنين اللي تساوي 0.08 ثانية. هذا مك واش تروح تدير؟ وتروح أنت للمنحنى اللي رسمته وتدير تلوك ترسم كي من هكا. شوف معايا ترسم من هكا، لا لا بالأزرق هكا هكا، ودير هكا كيف كيف 0.08، ومن بعد واش دير؟ تقوم بالتشطيب هكا هكا، شطب هذا الحيز هذا اللي راهو هذا هاي فوالا خلاص صح. اذا كما نعرفوا واش قرينا في السنه الاولى ثانوي وحلينا فيها التمارين، ان المساحه المقطوعه بين اللحظتين تي واحد اللي هي هذه، عفوا نسيت المسطرة، تي واحد اللي هي هذه وتي اثنين اللي هي هذه، هي ماذا؟ هي المساحة، هي مساحة الحيز. يعني هنا عندي شبه منحرف، واش عندي؟ عندي شبه منحرف. يحب يقول هالقاعدة الكبرى تاع شبه المنحرف وهالقاعدة الصغرى تاع شبه المنحرف وهال كيف يقولوا يديروا بالأخضر وهالارتفاع اللي راهو بالأخضر هكا ولا ماشي هكا. إذن هي ماذا؟ قلنا تمثل مساحة الحيز لشبه المنحرف المحصور بين اللحظتين تي واحد وتي اثنين، وكذلك بين المنحنى ومحور الأزمنة. هكا تكون الإجابة، ولا تقول هي مساحة الحيز وخلاص، تمثل مساحة الحيز. إذن جيم المساحة، المسافة المقطوعة بين اللحظتين تي واحد وتي اثنين تمثل
مساحة الحيز يعني لا سيرفاس لا سيرفاس مساحة الحيز يعني مساحة شبه المنحرف شبه المنحرف تقدر تديرها بين قوسين من في البكالوريا تكتبها شبه المنحرف شبه المنحرف واش نعرف المساحة تاع شبه المنحرف ولا انا عندي شبه المنحرف قائمة او قائم عندي القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى على اثنان ولا مجموع القاعدتين على اثنان مضروبة في الارتفاع يعني دي دي واش تساوي اللي هي لا سيرفاس هي المساحة في نفس الوقت دي معناتها المسافة لا ديستونس صح واش تساوي تساوي عندي المساحة الكبرى يعني هاي 0 24 زائد المساحة الصغرى هاي ولا هاي 0.16 على الاثنان في 0.04 احسب عندك في الحاسبة شحال عطات لك 0.008 متر لأن مساحة متر هاك خلاص هذا المكان هذا السؤال عليه مليح نقطة مليحة عليه نصف نقطة نصف نقطة راهي حاجة ثالثا بفرض أن الاحتكاكات مهملة ألف بتطبيق القانون الثاني لنيوتن يعني هنا ننتقل أعزائي الطلبة إلى الدراسة الحركية بعد البيان وكذا درك غير يقول لك بتطبيق قانون الثاني لنيوتن يعني انتقلنا إلى الدراسة الحركية طلبوا منك تطبيق قانون الثاني لنيوتن غير يقول لك هذا عرب اللي راح تمثل القوى الخارجية المؤثرة ترسم الشكل وتمثلها ومن بعد كيف أوجد العبارة الحرفية لتسارع A0 ثم أحسب قيمته هنا واش درنا في الجزء الرابع في الفيديوهات السابقين يعني الأخر اللي درناه تاع التذكير راح نعاودوه نحطوه له جاوبوا على السؤال هذا أعزائي الطلبة لأنه أذان العصر رو أذن أنا نروح نصلي العصر ونعاود نرجع إن شاء الله ودائما نذكركم كي تكون تدرس يأذن الأذان حط كامل دير بوز حط كامل وش كاين في يديك سواء كنت تلعب كنت تقرأ ما عدا الماكلة الماكلة يقول لك كي تكون تأكل كمل الماكلة وروح صلي والله أعلم هكا نفهم صح ما عدا إذا كان صلاة جامعة صح المهم ما نطولش عليكم دورك نعود نرجع جاوبوا على السؤال هذا نرجع هاني عودت رجعت تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله المهم إيه اليوم رانا 26 معناه ليلة 27 الله يبارك الله يبارك ما شاء الله ربي يتقبل منا صيامنا وقيامنا إن شاء الله الجميع أروح نفتح التمرين تاعنا ثالثا أيوه ثالثا صح ألف دائما نبدأ أول حاجة نكتبوها لهنا الجملة المدروسة وشن هي الجملة المدروسة حاجة سهلة أمور برك تكتبهم كوبي كولي كالعادة الجسم أس الجسم أس على حسب وش طاولة في التمرين عندنا كذلك المرجع صح وشن هو أنا فوق سطح الأرض سطحي أرضي نعتبره غاليليا سطحي أرضي نعتبره غاليليا صح ومن بعد القوى الخارجية المؤثرة المؤثرة إيه واش عندي عندي قوة ثقل لأن الاحتكاك مهمل قوة الثقل في
أمور تكتبهم برك ودي عليهم نقطة، ومن بعد قوة رد الفعل، قوة رد الفعل. هنا بلا ما يقولوا لك دير مثل الآخر تمثل القوة، بلا ما يقولوا لك نعاود نرسم كيما ديروا نتوما، من موالف نقص من الشكل ونجي لا اليوم نبدا كي شو راني نجاوب كيما نتوما البكالوريا صح. ندير هنا سطح الأرض ولا المستوي الأفقي، ولا هنا المستوي المائل كما راكم تشوفوا، وهنا نديروا مركز ثقل تاع الجسم، نرسمه كما هناك مركز ثقل، ومن بعد نرسمه ندير بلون اخر، ندير المحور محور الحركه كما هناك، لانه قال لك ينزلق الجسم صح، محور الحركه ها هو امامك صح. هنا إكس يعني إكس فتحة إكس، زيدو نرسمو إكراك فتحة إكراك صح كيما هاك، ها هو إكراك فتحة إكراك صح. دونك واش ندير؟ إيه ولا هنا عندي هاشتو يعني بنسيت، اللي هنا عندي الزاوية ألفا، الزاوية ألفا طريب. المهم نبدأ في الرسم، نبدأ بالقوة الثقل دائما تكون نحو الأسفل هاك، هاي بينا هذه قوة الثقل بي صح بي، ومن بعد وش عندي قوة رد الفعل عمودية على سطح الماء على المستوي المائل، عمودية يعني تطلع مع إجرك هاي وراه طريبي، هذه ار نورمالمون هذا الحاضر صح. ندير درك واش ندير؟ ندير بالازرق هذيك بي دو اكس و بي اكس و بي اغراك، يعني هنا هكا هذه راهي بي اكس هكا، وهذه راهي بي اغراك يعني تقريبا كيما هكا، لا دي بي اكس وديك بي اغراك، دونك نكتبهم هذه بي اغراك صح وهذه بي اكس طري بيان. حاجه لهنا شوفوا معايا مليح اللي ننتبهوا له، انه الفا لهنا هاي الفا، عندي نفس الفا هذه هنا الزاويه هذه الفا هي نفسها هذه ألفا صح، يعني أنا واش نحتاج؟ نحتاج هذا المثلث القائم هذا اللي من جهة بي دو إكس، لو كون نشوفو عليه بعد ما نقوم بالتمثيل، وعليه النقطة عليه 0.25 صح. الآن نجي نبدأ بالدراسة الحركية عفوا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أي مجموع القوى الخارجية أي لونسومب دي فورس إكستيريور يساوي ماذا؟ يساوي الكتلة في تسارع تاع مركز العطلة جي أ جي، هذا معناه إلا القوى الخارجية وش عندي؟ عندي إلا قوة ثقل وقوة رد الفعل تساوي أم أ صفر، لأنه على حسب وش عطاني في التمرين، شو هو شيء أ صفر هاي وراهي ندير أ صفر، متفاهمين؟ لأنه علاش؟ لأنه أ صفر ربما هو التسارع الحقيقي صح، ما عليناش. دونك واش نجي ندير؟ الإسقاط على محور الحركة، بالإسقاط على محور الحركة، لأنه محور الحركة هو إكس فتحة إكس صح، لأنه الحركة راهي هكذا ها جهة الحركة
إذن أو المحور أو إكس هو محور الحركة. هنا نلاحظوا أعزائي الطلبة بي إيكغريك و آر راهم عموديان على محور الحركة. إذن بي إيكغريك تساوي آر تساوي الصفر تساوي الصفر. إذن هذو زوج انعدموا راحوا شعاعان متعاكسة صح. إذن أنا هنا واش عندي؟ عندي بي إكس بي إكس يساوي يعني يبقى لي هنا إلا هذه يعني يبقى تتمثلها غير مركبة بي إكس عفوا تساوي أم في أ صفر ما نسبش. هذا معناه أنا نحوس أنا ديجا قالوا لي عبارة يعني حسب أعطي عبارة أ صفر التسارع وحسبها. إذن منا أ صفر وش تساوي؟ تساوي بي إكس على أم صح. هذه نسميها رقم واحد. نعود نرجع أنا لهنا لهنا لاحظ في هذا المثلث وراي بي إكس كنا هدرنا عليها في يعني عندك بالنسبة للألفا بي إكس هذا بي إكس هو المقابل وبي اللي راه بالأحمر هو الوتر. إذن عندي سينوس ألفا واش يساوي؟ يساوي المقابل اللي هو بي إكس على الوتر اللي هو بي وانا نحوس على بي إكس بنعوضها هنا هذا مكان منه بي إكس يساوي ماذا؟ يساوي بي في سينوس ألفا صح. بي سينوس ألفا ونعرفوا بلي بي هي تساوي أم جي أي كتلة في جاذبية ومنه بي إكس تساوي أم جي سينوس ألفا طري بيان. نعوضو دركا هنا نعوضو بي إكس لهنا بتعويض في العلاقة واحد واش تولي لي؟ يحب يقول أ تساوي أم جي نعوض برك سينوس ألفا على واش درنا في الدرس رانا نديرو فيها على أم تروح الأم مع الأم ومنه عفوا أ صفر أ صفر ومنه أ صفر تساوي جي سينوس ألفا. يعني واش قالوا لي؟ هاني مديت وما دا واش قالوا؟ طلبوا مني الحساب طلبوا مني الحساب الجي ها ما عطاوها لي والسينوس ألفا عطاه لي. وين أستاذ؟ هاي وراح هاني جايك هاي الجي عطاوها لي تساوي 10 متر على الثانية مربع لأن هي نفسها التسارع الجاذبية هي التسارع وعطوني سينوس ألفا اللي هي 20 درجة 0.34 سيبو صح. يعني حساب تاع دراري ها أ صفر يساوي 10 في 0.34 يساوي 3.4 متر على ثانية مربع. فهمتوا على الناس تجيب 20 في الفيزيكا وانت تجيب تحت 10 لأنك مشوش التشويش الغاشي راه في راسك كي تروح الباكالوريا وراكبين لك الغاشي في راسك والخوف ومنش عارف تجيب تحت 10 كي تنيطواي راسك وتروح صافي تجيب 20. ها هو يا أخي تاع الرياضيات والتقني الرياضي خاصة السنة نحاولكم ذيك تاع يجي في المستوى الأفقي ومن بعد يدخل في حفرة ويصوتيها يا أخي نحاول قذيفة هاي السنة راهو عندكم الباك ما شاء الله استغلوا الفرصة هذه. ما علينا يا سيدي في السؤال الثالث هذا يا عباد الله راهو بون الشكل هذا التمثيل تاع الشكل 0.25 والباقي المهم 0.25 في 4 حاب يقول نقطة والنقطة هنا راهي سؤال آلفة صح. با واش قالونا؟ قارن بين أ صفر وأ كيف تبرر اختلاف حيال هذا سؤال هذا حيا با المقارنة بين أ صفر وأ
يعني التسارع الحاقد. يعني لاحظ أوصبناه وراهي هاي وراهي ها 2 متر على الثانية وأصفر غير درك حسبناها هاي وراهي. إذن واش نلاحظ واش تلاحظ؟ نلاحظ أن A0 أكبر من الـ A. A0 A هو التسارع الحقيقي، عفوا قبيلة قلت لك لا A هو. وش معنى هذا؟ معناتها كاين احتكاك، معناتها وجود احتكاك، وحنا كي حسبنا A أهملنا الاحتكاك. واش درنا؟ حنا مع الأول قال لك مهمل الاحتكاك، معناتها كاين احتكاك، معناه وجود احتكاكات. تذكر هذا مكان هذا عليها 0.25. دونك الله أعلم كملنا مع السؤال الثالث. قلنا السؤال الرابع ايه سؤال واحد ونكملوا روحوا ريحوا. أوجد شدة القوة في قوة الاحتكاك المنمذجة. شوف هنا واش قلت لك، هنا كي قارنا وجود احتكاكات وهنا أوجد شدة قوة احتكاكات، يعني هو الجواب تاع السؤال برا في ربعة أسئلة يجو سؤال يجيب سؤال. ها كي قالنا في السؤال الرابع احتكاكات يحب يقول هنا وقال لك واش كيف تبرر كان احتكاكات. ها اذا اوجد شده القوه اف المنمذجة الاحتكاك على طول مستوى الماء الضريبي. يعني هنا يا السؤال الرابع راكم تشوفوا كيف درنا هنا من بتطبيق القانون الثاني تعاودها، تعاود ترسم الشكل هذا كيما راهو كيف يتعاود. واش دير؟ تعاود ترسم الشكل هذاك وتجيبه كيف تعاود أزيرو. شوف معايا كيف يا أستاذ، إيه أبا تدي نقطة لك، حاب تدي نقطة شدة قوة لا شدة القوة F قوة الاحتكاك صح طريبي. واش تدير؟ تعاود ترسم الشكل كيما انا ونعاود نتعب معاك. ها نعاود ونرسم الشكل، ها هو راه مركز الاخطلاء. نعاود نديرو ال او اكس محور الحركة، وعندنا ايكغريك ولا الايكغريك هال اكس صح. وهذا هنا في الحق دير جي حتى في الرسم الاول هذاك دير جي. اصبر انا نسيتها، دير جي لانه رانا ممثلين مركز عطله الجسم صح. هذا مكان تعاود كيف دير كيما درنا قبيلات، ارسم بي هاي وراي، ارسم ار هاي وراي، يعني هذه بي وهذه R عليها ربع نقطة ها صح، ورسم الاحتكاك عكس جهة الحركة ها. هذا مك يوم ما ننساوش هذيك لانا ألف، هاي عندك 0.25 نقطة. ومن بعد عاود أزيرو بتطبيق، يعني واش درنا في الفيديو تاع التذكير الجزء الرابع راح نعاودوه الان بتطبيق القانون الثاني لنيوتن القوى الخارجيه اي لي فورس لونسوم دي فورس اكستيريور ايتيغال ام ا لاماس في لاكسيليراسيون، اي مجموع القوى الخارجيه المؤثره تساوي
الكتلة في التساوي. معناتها واش معناتها؟ هنا عندي المرة اللي فاتت واش درت؟ بي زائد ار، هذا المرة زيد لها الاف، هذا المكان زيد الاف، هاي وين راهي؟ تساوي ماذا؟ تساوي ام ا جي، هاي جي يا جي طريق طريق يا كيف كيف بالإسقاط على محور، عفوا محور الحركة إكس فتحة إكس طريبيا. هنا عندنا انتبهوا مليح، عندنا بي إكس، بي إكس مكان لا نعودوا لأن درناها في المرة الجاست ناقص F، أنه ندي هذه وندي هذه، الآر تساوي الصفر لأنها عمودية صح، بي إيكغيك و آر راهم عموديان كما درنا سابقا. إذن تساوي ماذا؟ تساوي أم أ، تساوي أم أ، هذه نسميها رقم واحد. نعاود نكتب نفس الشيء، عندي بي سينوس ألفا تساوي المقابل اللي هو بي إكس على بي، معناتها أن بي إكس تساوي بي في سينوس ألفا، معناتها أنه بي إكس يساوي أم جي سينوس ألفا. طريق طريق بيان، نعوضه في الأولى في العلاقة الأولى أي بالتعويض في العلاقة رقم واحد صح، يعني هنا وجد بي إكس نعوضه هنا صح، واش تولي لي؟ تولي لي أم جي، أم جي سينوس ألفا ناقص أف تساوي أم أ. أنا راني نحوس على أف، راني نحوس على أف، على هذه نحوسها على راسها هي، يعني الأف تروح من هي والأم أ تولي منا، واش تولي لنا؟ يحب يقول تولي لنا أف تساوي أم جي سينوس ألفا ناقص أم أ، ناقص أم أ صح. ومنه أنا عندي أم أم خرج أم عام المشترك، أم توس أف تساوي عفوا أم في جي سينوس ألفا ناقص أ، هاي هذه لها 0.25. الحساب ها أف تساوي الكتلة عطاوها لنا شحال ماشي 100 كيلوغرام، 100 غرام ولا بالغرام عطاوها لنا، الله أعلم بالغرام، إيه غرام سوا سوا، انتبه دائما تنتبه لهذه الأمور، غرام يعني 0. أم تساوي 0.1 كيلوغرام، لازم تكون بالكيلوغرام، انتبه هذو لي بياج صح. إذا أم تساوي 0.1 كيلوغرام، في جي طاوها لنا 10، سينوس 20 اللي هي ألفا طاوها لنا 0.34، وناقص أ ماشي أ صفر، أ لأن أ هو التسارع الحقيقي اللي حسبناه في الأول كامل، صافي ناقص 2 هنا البياج، رد بالك التسارع الحقيقي. إذن ها هي أحسب الحاسبة شحال عطاتنا؟ عطاتنا 0.14 نيوتن قوة، نيوتن. انتبه هذا التمرين الرابع 0.25 في 4، يعني التمثيل عليه 0.25 والباقي كيف كيف. هكذا ان شاء الله اعزائي تكونوا استفدتوا من الحل، يعني جبت لكم انا هذا التمرين خيرته باش نكمل به الجزء الرابع للتذكير، باش نوري لك باللي واش درنا في فيديو الدرس، هنا حلينا بكالوريا وجبتوا تاع تقني ورياضي با ثاني العين ميني استفادوا منه، واش لاحظتوا كي حلينا التمرين هذا ضرب؟ واش لاحظتوا كاين في حاجات مغربه، حاجات جاوا من جهه اخرى عادي سبحان الله. هاو حلك استاذ واحد اخر تمرين، واش راح يزيد ولا ينقص عليا؟ انا ما يزيد ما ينقص عادي، تحل التمرين معايا ولا مع أستاذ واحد آخر هو نفس الحل،
برك الطريقة تاع إيصال المعلومة، اختلاف وين تكون في طريقة، أنت شوف وين اللي ساعدك، ما ساعدتكش أنا روح جهة أخرى عادي بالسماح، راكم سامح. المهم الفايدة كما يقولوا أصحاب الشرق، يقولوا الفايدة والحاصل صح. المهم أنت نهار البكالوريا أنت وأنت أولادي بناتي تفرحونا إن شاء الله وتفرحوا والديكم. إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.